أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. أتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مع فقرة شخصيات رياضية. تتابعون في هذه الفقرة السيرة الذاتية لبطل العراق والعرب للمسافات القصيرة بفعالية 100 متر العداء العراقي الكبير سامي الشيخلي. للحديث عن السيرة الذاتية لهذا العداء الكبير في سياق التقرير التالي. العداء العراقي سامي الشيخلي. ولد سامي الشيخلي في بغداد عام 1947، بطل دولي، وهو الذي كان مالئ الدنيا وشاغل الناس بسرعته الفذة، فهو بطل العراق والعرب في مسابقة 100 متر وصاحب الرقم القياسي منذ عام 1970، حيث استطاع هذا البطل الذهبي تسجيل رقم قياسي للعراق والعرب بعشرة ثواني وجزئين من الثانية في بطولة فنلندا الدولية، ولا يزال هذا الرقم باسمه إلى يومنا هذا، وقد هيمن على مسابقة 100 متر في بطولات العراق والعرب خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 1979. إنه مثال للرياضي الذي يعشق التحدي والتألق والفوز في البطولات ويزداد تواضعا مع كل فوز يحرزه، فلهذا هو شخصية محبوبة لدى كافة الرياضيين والجمهور الرياضي العراقي برمته. عام 1964 دخل المعهد العالي للتربية الرياضية في بغداد ودرس في هذا المعهد لمدة سنة واحدة، ثم انتقل إلى الكلية العسكرية عام 1965 وتخرج منها برتبة ملازم، ووصل إلى رتبة عميد في الجيش العراقي، وكان على مبارزة ونقطة مضيئة في تاريخ ألعاب القوى العراقية. أبرز إنجازات الوسام الفضي في بطولة العرب الرابعة في القاهرة عام 1965، الوسام الذهبي في بطولة باكو عام 79، الوسام البرونزي في بطولة العالم العسكرية في إيطاليا عام 1970، الوسام الذهبي في بطولة الساري يارفي في فنلندا عام 1970، الوسام الذهبي في بطولة لقاء القمة في هلسنكي عام 1970، الوسام الذهبي في بطولة أكتوبر مصر عام 1971، الوسام الذهبي في بطولة الجزائر الدولية عام 1971، الوسام الفضي في بطولة العالم العسكري في فرنسا بإيطاليا عام 1973، أوسمة ذهبية أربعة في بطولة الخليج العربي بالبصرة عام 1975، الوسام الذهبي في بطولة العرب بألعاب القوى والتي اعتزل فيها ببغداد عام 1979. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مع فقرة محور الحلقة. نتحدث هذا اليوم عن واقع كرة الصالات في محافظة نينوى. الأندية اللي تمارس هذه الرياضة وما هي أهم مستجدات كرة الصالات، وهل هناك دورات تحكيمية، من هم اللاعبون والمدربون، وهناك أسئلة أخرى مشاهدينا الأعزاء سنطرحها على طاولة الحوار مع ضيوف الحلقة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيوف الحلقة، ورحب الكابتن عامر محمد، حكم في كرة الصالات والساحات الكبيرة، وأيضا مشرف وحدة كرة الصالات في مدينة شباب الرياض. اثنين وسلم بك كابتن عامر. وأيضا رحب بالكابتن أحمد فتحي، أحد الحكام في كرة الصالات وأيضا الإداري في نادي عمانين. وسلم بك كابتن أحمد. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا، اليوم نتحدث عن واقع كرة الصالات في محافظة نينوى، ورحب مرة أخرى بالكابتن عامر محمد خالد، مسؤول وحدة كرة الصالات في مديرية شباب الرياض. وسهلا بك مرة أخرى أستاذ عامر. شوية تحدث لي عن وحدة كرة الصالات قبل ما أروح للأسئلة في مديرية الشباب، ما هي مهام
هذه الوحدة وشنو أهم إنجازاته؟ بداية أشكرك أستاذ جاسم على هذا اللقاء. بصراحة إحنا وحدة الخماسي كرة وحدة حديثة استحدثناها كتنشيط الحركة الرياضية بالمحافظة وبتوجيه سيد مدير الشباب الرياضي 2 والمحترم أستاذ معروف محمد سالم وبمعاونة الأستاذ فقر طالب العبيدي مسؤول شعبة الرياضية بالمديرية استحدثنا هذه الوحدة. هذه الوحدة بصراحة حصلت موافقة من قبل مجلس محافظة من محافظة على تشكيل هذه الوحدة وقد تم تسميتي مسؤولاً عن الوحدة. بصراحة خلال فترة شهرين تقريباً من استلمت مهام الوحدة قمنا بثلاث دورات، دورتين إسعافات أولية، أحدى هذه الدورات في ملعب الدواسة ساحل الأيمن، اختارينا يعني المسؤولين ملاعب الحكام المشرفين على هذه الدورة. هذه الدورة بصراحة تقع بها عدة إشكالات، منها بالتعاون بصراحة مع منظمة السرور مشكورة. هذه الدورة اختصاصها كان على الإصابات اللي تحدث بالملاعب، من ضمنها بلع اللسان، إصابات فتح الرأس، إصابات القدم اليد. بصراحة دورتين قمناها في الجانب الأيمن قلت لك في الدواسة وجانب الأيسر في ملعب السكر. ويوم أمس كان عندنا دورة تحكيمية بصراحة لاستقرار. كابتن عامر قبل ما نروح الدورة التحكيمية شوية تحدث لي عن مهام وحدة خماسية الكرة، يعني هل تختص يعني تتحدث تقول خماسي الكرة، الفرق بين الصالات وخماسي الكرة نفس الشيء لو يعني يمكن لربما المشاهد يفتهم انه خماسي الكرة الكرة الملاعب السباعية والخماسي اللي هو مرشوفة القاعات هو استاذ جاسم عفوا المنطق واحد، يعني خماسي الكرة سابقا كنا نقول عليه خماسي الكرة لكون تتألف من خمس لاعبين، نعم، لكن استحدثت المصطلحات سميت بكرة الصالات لكون لأن أكثرية هذه اللعبات يعني هي المفترض من المفترض أن تقام في صالات مغلقة. نعم. وشيء ثاني لكبار الأعمار، يعني هي مو إجت من اقتراح هذه البطولة، مو الشاب عمره 16-17 سنة، يعني أنا تسني صح مسؤول وحدة خماسي الكرة لكن تجيني على لاعب ساحات كبيرة مضلل هو، فاحنا اختارينا الاعمال الكبار حفاظا على لياقتهم. يعني منهاج بالمديريه يعني كبطولات مستقبليه ان شاء الله نشر هذه الرياضه مثلا بين الانديه لا احنا كمديريه شباب رياضه نينوى يعني اليوم قدمت مقترح مشكور السيد مدير شباب رياضه نينوى باقامه بطوله للمؤسسات ودوائر الدوله الموظفين الدائمين او العقود وخلينا بيه اعمار نعم. اللي حتى في شهر رمضان بعد الافطار وان شاء الله بس تبقى موافقات بالتعاون مع نادي عمان نينوى الرياضي مشكورا اللي بصراحه داعمنا جدا جدا داعمنا ومجانا، يعني اكو ناس يقول لك قاعه نادي عمان تاخذ فلوس تاخذها، لا اقسم لك بالله انا دورتين سويت بها مجانا الناس بدون مقابل، لكن تبقى اجورته كتحكيم. احنا كمديري الشباب رياضة نينوى بصراحة لك اياها من على الله ثم على سيد المدير مدير استاذ معروف هو الداعم شخصين الا من قبل المحافظة لا واعتقد بالله دينار ما نستلم. انتم مديرية المفروض يعني انتم مديرية بحد ذاتها يعني انتم ايضا تحتاجون الى دعم كمديرية؟ طبعا احنا مديرية شباب يعني احنا عندنا انتوا اداريا مرتبطين بديوان المحافظة، نعم. من الاجدر انه ديوان المحافظة تمولكم يعني حتى انتوا تقيمون بطولة. ثق واعتقد بالله ما تدعمنا بدينار وانا نعم. مسؤول عن كلام، يعني احنا سوينا بطولة لمواليد 2005-2006 في ملعبين اختارت ملعب سكر وملعب السواس، يعني هذول الناس متعاونين معنا وشكلنا لجنة من اهل الملاعب احتضان اللاعبين والشباب. هسه يعني باكر عندي شبه نهائي وصعدوا اربع فرق، عندي نهائي بعد الخميس على حسب. ثق واعتقد بالله اليوم تناقشنا انا واستاذ سقر عبيدي شلون راح نريد نوفر الجوائز للنهائي. ما عاد موازنه معكم؟ ما عدنا ما عاد. نعم. ارحب بالكابتن احمد فتحي الاداري في نادي عمان نينوى وايضا
حكم كرة صالة. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ جاسم، وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا لقناتكم الموقرة. مثل ما تطلع أستاذ عامر بخصوص الدورة، الدورة كانت مهمة جدا، وجدت في وقت مثالي لمحافظة نينوى. نعم، انت دخلت دورة كرة صالات. دخلت دورة كرة صالات، نعم. المحافظة يعني هي دورة برعاية مدير الشباب ورياضة نينوى. برعاية مدير الشباب ورياضة نينوى بالتعاون مع إدارة نادي عمان نينوى الرياضي. نعم. شكرا لإدارة نادي عمان نينوى على ما وفقوا. أول مرة تدخل هذه الدورة؟ أول مرة أنا أدخل في هذه الدورة، بس أنا كنت نفسي بحاجة إلى هكذا يعني أمور. يعني نشكر دكتور ربيع ونشكر مدير الشباب ورياضة نينوى ونادي عمان نينوى الرياضي على ما قدموه. المحافظة بحاجة من زمان، يعني مو من بحاجة إلى حكام صالات، يعني نعرف المحافظة واقفة على حكمين بس، حكمين صالات يعني هم الموجودين الوحيدين. 4 ملايين نسمع عندنا حكمين، يعني المحافظة ثاني أكبر محافظة بالعراق حكمين صالات. يعني أنت برأيك يعني شنو السبب؟ هل بسبب عدم وجود دورات، أم بسبب يعني عزوف حكام عن ممارسة هذه الرياضة مثلا؟ عدم وجود دورات، ولا الكثير. نعم. من الشباب وطموح الشباب كثير يعني يتمنون ان يدخلون في هذا المجال. نعم. ولكن عدم وجود دورات فصار هذا التلكؤ والتأخر في بقعة المحافظة على حكمين يمثلون محافظة نينوى في كرة الصالات. فهذه الدورة اجت جيد، هذول معتمدين بس الاثنين، معتمدين هذول الاثنين. فالدورة اجت يعني بوقت مثالي وجيد جدا. نعم. ودورة ناجحة، ونشكر أستاذ عامر. اي والله، ونشكر أستاذ عامر ودكتور ربيع. نعم. لا ننسى دور المدرب دكتور ربيع والأستاذ الفاضل. فالدورة المحافظة بحاجة من زمان إلى هكذا دورة. أستاذ جاسم، أنا بالنسبة لي حكم يعني نقاط كثيره كانت ضايعه عندي يعني بهذا الحكم الصالات. انا متواجد في نادي عمان نينوى وحكم الصالات، حكم بالصاله. نعم. كثير من النقاط كنت ما اعرفها. انت كنت حكم يعني صالات؟ حكمي انا حكم صالات، وحكم حكم. نعم. حكم كنت حكم فرق شعبيه وصالات، ولكن يعني نقاط كثيره كنت ما اعرفها فقد البال. يعني من جه ودخلنا هاي الدوره ودكتور ربيع وفر لنا هذه النقاط، يعني قمت اعرف يعني كثير شغلات. نعم. يعني للفاول، تبديل الفاول، يعني كنا ما نعرف الصافرة وبس. كقانون هو يعني مشينا حاليا على القانون. وإن شاء الله نتمنى من مدير الشباب ورياضة نينوى والمدربين والمحاضرين الآسيويين أن يكثفوا هكذا دورات في الموسم. محافظة بحاجة إلى حكام وبحاجة إلى تطوير رياضة. مثل ما تعرف الرياضة مهمشة في مدينة الموسم. يعني أنت كحكم يمكن حكمت حتى ملاعب كبيرة وملاعب صغيرة. نعم، حكمت أنا ملاعب كبيرة. شنو الفرق بين تحكيم يعني هنا حكمين موجودين، اعتقد حكم صالات حكام اثنين يكون؟ لا، الفرق يختلف كثير، الفرق يختلف. نعم. يعني انا من جيت ودخلت وشفت القانون كقانون الصالات عن الفرق الشعبيه يختلف هواي، يختلف. نعم. يعني بكثير يختلف، يعني حكمين يقودون المباراه. نعم. صحيح هو يبدا حكم اول وحكم ثاني، ولكن القرار يبقى قرار واحد. قرار واحد يعني عندك المصطبه اللي بيها المشرف والحكم الرابع والحكم الثالث، قرارهم يعود لهم في تبديل اللاعب، خروج اللاعب. يعني انت حكم اول بالملعب، انت هاي التبديل لاعب وخروج لاعب هاي ما تعتمد عندك، تعتمد حكم ثالث ومشرف مباراه، حكم ميقاتي، حكم هو اللي وقت لك المباراه. انت كحكم اول بالملعب ما توقف. هناك مشكله كابتن احمد، يعني يمكن تواجهكم ايضا جهل اللاعبين بالقانون بكثير. يعني قانون اللعبه تختلف عن قانون الملاعب الكبيره. اساني قبل اليوم ما كنت اقدر اناقش لاعب او يحتاج مقدر اناقشه، بس. نعم. هسه اناقش اكبر مسؤول يجيني. نعم. يقعد برا، لما يجي انا اصفر فاول او اصفر حاله يجي يقول لي ليش، اقول له انت ما قاري القانون. انا قريت القانون، عرفت القانون شلون الفاول من الهدف والخارج الهدف والفاول. نعم. يعني يعتبر فاول صحيح. يعني كنا نواجه مشكله العدل، انا اتواجه مشكله يجيني اي واحد من برا. حكمنا بطوله ما صارت في نادي عمان لينا وبرعايه استاذ شفاطه رئيس اتحاد نقابات الاتحاد. يعني واجهنا مشاكل العدل، واجهنا مشاكل كثير. يعني يجيك من برا مسؤول فريق يتدخل على الملعب، لا هسه ما يقدر يتدخل. بس عندي قانون ومشي على القانون. زين، اكو فرق بين تحكيم الصالات داخل الصاله وخارج الصاله؟ يعني خماسي اخواكو خماسي كره بالملاعب المكشوفه، اكو صالات داخل الملاعب. استاذ جاسم، هذا السؤال السؤال يعود لاستاذ عامر. نعم. هو كخبره اولا انا حكم خماسي كره، يعني حكم اتحادي. نعم. قانون الخماسي يختلف
اختلاف كلي عن الصالات. عن الصالات نعم. يعني اساسا انت من تلعب على يعني سيء، يعني هاي الدوره اللي دخلتوها هي صالات لو خماسي؟ صالات صالات نعم. ليش؟ لان قمناها في قاعه مغلقه. نعم. الساحات المكشوفه، اولا قانون الخماسي عندك مثلا شطح فاول. نعم. شطح على اللاعب فاول، هذا قانون. لكن احنا مال بالساحات المكشوفه السيء الصناعي ما تقدر انه تحتسب فاول الشطح. اول اثنين عندنا الكره من على الخط مثل تتحرك نعم شويه عن الخط تبدل. تبدل الكره؟ تبدل الرميه. نعم. احنا نسميها رميه تصير. طب لكن بالسيل الصناعي ما تقدر تغير، فتختلف. احنا اذا نريد نطبق القانون بحذافيره في الصالات مثل ما تفضلت يراد الى المدربين انه دورات، وانا بنيتي حتى اللاعب يراد دوره. انا بنيتي كابتن العفو بنيتي عندي فكره ان حتى للمدربين ان اقوم اسوي دوره قانون خماسي الكره. لكن احنا هنا تختلف عندنا بالموصف، شنو هو مدرب ساحات كبير بنفس الوقت هو مدرب خماسي الكره. نعم. هو مدرب كذا ما يكون، هو معالج، هو كل الاختصاص ما بكل شيء. انت مدرب ساحات كبيره اختصاصك ساحات كبيره، لان فهمك والاسلوب التدريب الخماسي عن ساحات كبيره يختلف. فاحنا نريد كل نادي يحب فاصل. مشاهدينا الاعزاء فاصل ومن ثم اعود اليكم مره اخرى. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن القانون وعن اللعبه، ولكن يعني اسال كابتن احمد شنو سبب عزوف انديه الموصل عن المشاركه في بطولات الخماسي؟ يعني احنا هسه صارت بطوله بمحافظه نينوى وشاركوا الفريقين الاول والثاني اثنيناتهم صعدوا، وهي فرصه كانت انه تكون منافسه اكبر، ولكن يعني نبارك لهم نادي نينوى والفتوح صعوده. ما شو سبب عزوف الانديه عن ممارستها مع العلم ان الامكانيات كبشريه موجوده؟ والله استاذ جاسم مثل ما قلنا لك، اول شيء عزوف بقيه الانديه احكي لك عن الماده. نعم. اكو نادي مشارك باربع خمس فئات، يقول لك انا ما اقدر اشارك بهاي الفئه مال الفريق الخماسي. وثاني شيء تبقى صالات الملاعب، قله ملاعب في محافظه نينوى، قلت ملاعب. يعني احنا نعرفهم ملعبين او ثلاثه. نعم. والملعبين هم اللي صالحين للعب، وعمال نينوى واعتقد الفتوه، وصارت هاي مال مال طه حمو. نعم. فقله الملاعب والانديه يعني دافع، ماكو دافع معنوي ودافع مادي انه يدفعها على هاي الكره الصالات، وانما كره الصالات من اجمل، انا نعم اعتقد من اجمل عندنا مواهب محافظه نينوى، عندنا موجودين. نعم. والله كثير مواهب محافظه نينوى يعني تمتاز بهذه كرة الصالات، خصوصا كثرة الملاعب الحجوزات الثيل الاصطناعي، فعندنا مواهب وعندنا كثير، ولكن قلت لك المادة يعني العائق المالي هو جاي يقف بوجه الاندية. وانا ك يعني اداري في احد الاندية اعرف شافه ادارة نادي عمان نينوى، واعرف شافه العائق المالي جاي يقف بوجه الاندية، ولا ما الطموح موجود. نعم. الشباب موجودين يعني، والملاعب كذلك الملاعب يعني اكو انديه لربما يريدون يشاركون، بس مثلا يقول لك اذا تاهلت رحت لبغداد وانا ما عندي فلوس. ما عندي طبعا، هو هذا العائق المادي كابتن. نعم. بس احنا نادي عمان لنا ليش ما شاركنا بهاي؟ عائق مادي واقف مقابلنا، يعني احنا عندنا سله وعندنا مفتوحه مشاركين مال البطوله، وعندنا تايكواندو جابوا مركز ثاني، هاي الباحه اجوا جابوا مركز ثاني، بارك لهم من خلال قناتكم الموقره وبالتوفيق. نعم. لهم نادي عمان لنا وجابوا مركز ثاني، يعني هاي كلها يراد لها مبالغ استاذ جاسم. أنا بالإدارة وأعرف شاكو، فالعائق المادي إحنا ردنا نشارك جماعة نادي عمان لنا ورادوا يشاركون، ولكن العائق المادي وقف. يعني صرفوا على القدم كثير وما الله وفقهم على المفتوحة، ما توفقنا بسبب صار التلف وشغلات. طالما تحدثت لي عن المفتوحة شوية، أسباب إخفاق نادي عمان لنا وشنو؟ والله شوف أحكي لك على نادي عمان لنا، والله الصراحة كل شيء توفر من الإدارة، كل شيء توفر من الإدارة، ولكن نرجع نقول قدر الله وما شاء فعل. ما توفقنا في بعض المباراتين. تلقي باللوم على منو؟ والله انا انتم كنتوا يعني قريبين جدا من الصعود.
والله شوف استاذ جاسم، يعني ما نقدر نخلي اللوم على احد، توفيق نقول من رب العالمين، وان شاء الله بالسنين القادمه الله يوفق الجميع ويوفق جميع ادارات الانديه، وان شاء الله نرفع اسم نادي عمان نينوى وفوق. ومثل ما قلت لك يبقى العائق الوحيد هو المادة. نعم استاذ عامر، كانت لك رحله الى تونس. نعم شاركت بإحدى الدورات التحكيميه اعتقد. هناك شوي تحدثتي عن هاي التجربه، يمكن اول مره تشارك بتجربه خارج العراق ودوره تحكيميه دوليه. طبعا بدايه انا اوجه الشكر والتقدير الى الاستاذ علي رعد رئيس اتحاد كرة السرعة في محافظة نينوى، وللدكتور فراس الحسيني رئيس اتحاد مركزي في بغداد. بصراحة هذه اللعبة جديدة داخلها إلى الموصل، لكن على مستوى العراق لا أكو هناك أندية تشارك. فتم ترشيحنا احنا أربعة مشاركين إلى دورة تونس في نهاية شهر 12 لمدة 10 أيام. حاضر فيها محاضرين فرنسي. دورة تحكيمية كانت وتدريبية؟ دورة تدريبية تحكيمية. نعم. حاضروا بها محاضرين تونس فرنسي ومصري. نعم. وشهر آخر شيء تم حضور يعني شو نقول المراقب الفني في اتحاد دولي، حضر الدورة. نعم. والحمد لله شكر. حصلت على شهادة دولية تدريبية تحكيمية. نعم بس يعني يسمح لك مثلا تشارك انت في بطولات دولية؟ والله ان شاء الله وعدونا بفضل الاستاذ علي رعد والدكتور فراس، عندي يعني بشهر الثامن ان شاء الله مشاركة في المغرب بطولة كأس عالم للأندية. نعم. انعكاسات يعني هاي الدورة، يعني هتمن انت اكتسبت خبرة من خلال هذه الدورة، وانت من رجعت وسويت لكم دورة تحكيمية هنا مساعدة صديق الدكتور ربيع خلف. نعم. يعني هاي ايضا تعتبر من ثمرة مشاركتك في تونس. والله هو اكيد يعني لا الحمد لله شكر، يعني كل الانديه وكل الرياضيين يعرفون هو منو عامر، يعني احب ان اخدم الرياضه بصراحه في محافظتي خاصه. بس احنا هاي اللعبه مو اختصاص خماس، يعني هي لعبه يسموها لعبة ذكاء. نعم. لعبة فكر، لعبة سرعة، لعبة تركيز، لياقة. يعني لعبة كل جميلة. وأستاذ حاليا الأستاذ علي رعد أيضا مشكور جدا، الرجل من جيبه الخاص بالأقسم لك بالله يساعدنا ينطينا، يعني حتى رحنا للدورة على حسابنا الخاص، يعني نفقتنا الخاص. لكن للأمانة أنا أشكر، وأنا ما أريد أسمي التسميات، اللي تكلفة الدورة تقريبا ما يقارب 10 يعني 10 اوراق. نعم. تقريبا 1.5 مليون كلفتني، هاي على نفقتنا الخاصة. لكن علي رعد الرجل وقف معانا في بعض الشغلات، يعني من مأكل، هو كل المأكل والسفر والتذكرة الطائرة والفيزا كله من ضمن العام، بس فاق المبلغ الرجل. زين لو شوي نتحدث عن تونس، شلون الرياضه عندهم؟ هم تعبانين مثلنا لو احسن من عندنا؟ يعني كفر تقول. يعني ماكو مقارنه بيننا وبينهم؟ لا مستحيل مساومه. انا رحت النادي الافريقي. يعني رحت النادي الافريقي. نعم. من الانديه العريقه يعني. اي رحت كزياره يعني. نعم. قلت خليني اروح اشوف للنادي. فدخلت للاداره، ما كنت شيء، انت قبل تروح لرئيس النادي لازم عندك موعد مسبق مع رئيس النادي، ما اتذكر يعني. اجواني من رحت خلاص استقبلني السكرتير، قال لي، قلت له انا مدرب وحكم من العراق، هم يحبون العراقيين بصراحه. نعم. يعني جدا معجبين بالعراقيين. فقال لي يا الف هلا بيك من العراق للمغرب، العفو تونس، بان المغرب اللي عندنا روحك هو المغرب العربي هو. اي نعم. فقال لي قلت والله انا جيت بس اريد اشوف يعني الرياضه، اطلع على المنشآت. ايه. قال لي كابتن انت جيت شويه الوقت الساعه تقريبا 11 الظهر 11. نعم. قال احنا تمريننا احنا 11 بتونس هنا الساعه 2 الظهر. فانا كنت هيك احسب حساب. نعم. يعني ورث انت مثلا ما الساعه 3 التمرين راح يبدا معنا. نعم. الاموال. فمن مريت قال لي لا كابتن احنا نتمرن بالثمانية الصبح، وعدنا بالثلاثة العصر في الملعب الأول الدولي مال النادي نفسه. قلت له هذا الملعب شنو؟ قال لا هذا التدريبي
صباحي. فقال لي خليني، قال لي انت ما عندك موعد مع رئيس النادي فما نقدر نسوي لك لقاء معه، لان جاينا عندنا الوعيب عقود من خارج تونس. يعني هو بالمختصر المفيد انه هم متطورين بكل شيء، جدا راقي جدا. يعني افترت بالنادي الكافيتيريا، المنازع، الاكل، الاشراف، الحمامات، يعني شيء يعني. يعني كابتن احمد احنا شنو اللي ينقصنا حتى نصير مثلهم؟ يعني شنو اللي المانع انه احنا بالعراق يعني محافظة نينوى بالذات، عشان محافظتنا شوية دائما نحكي ونتكلم ونقول، يقول لك هذا يقول لك دعم مالي ماكو، والمحافظة يوعدون، ويعني حتى جمعوا الأندية يابا راح نعطيكم 50 مليون، 50 مليون لحد الآن تتراوح مكانها. يعني هذه هاي الأمور اللي ينقصنا. اللي ينقصنا شنو اللي ينقصنا؟ اللي ينقصنا نريد ناس تشتغل مثل ما آمر الله بحق وحقوق، ولا كمادة ومبالغ موجودة بالعراق. هي موجودة بس محصورة، محصورة إيه موجودة يعني. وتصل المحافظة بس ماكو ناس تشتغل بجد وبخلاص. يعني هسه انت مثل ما تقول طرقت لهاي الخمسين مليون، هاي الخمسين مليون نجيك على هاي الأندية اللي تأهلت هسه حالياً راح تتأهل. هم بحاجة إلى هاي الأندية، بحاجة إلى هاي المبالغ. الخمسين مليون هاي ما حد دافع لها من جيب الخلفهم، هاي جت باسم مدير الشباب ورياضة نينوى، جت للأندية خاصة. جت انتوا ليش مكلبين بيها؟ هي موازنه المحافظه، موازنه الرياضه 3 حق مليار العام. هذا حق العام عدى 3 مليارات اللخصه مال العام، حق العام. يعني هسه الانديه تقوى اعتقد جميع انديه الموصل جاي تروح تتدين كل سبيل والله. والله انا احكي لك من نادي عمال نينوى ومن نادي الموصل نزل الى اخير نادي جاي يروح يتدين كله تتدين من صديق ومن خوي ومن شركه ومن هاي في سبيل يمشي. الفلوس موجوده ولكن احنا عتبنا على مسؤولي المحافظه على مجلس محافظتين وعلى الانديه. اتصالات بغير محافظات عندهم يابا محترفين ايرانيين، محترفين سوريين. احنا هنا والله اكو انديه هسه موجوده بالعراق، موجوده بالعراق خارج محافظه نينوى، عقد لاعب مبلغ بعقد نادي كامل، عقد لاعب والله لاعب واحد اكو لعب ياخذ 7 ملايين و8 ملايين و10 وتصل الى 10 الى 15 مليون. هاي فرق الصالات. كابتن احمد انا متاكد اكو محافظه نينوى والرغبه هي موجوده، ولكن يقول لك انا اروح اشارك وبعدين انا احتار على الفلوس. طبعا ما راح اشارك. شوف سجاسم راح اقول لك المشكله بالنسبه لي، راح اقول لك على مبلغ لاعب من لعيب المنتخب الوطني. رحنا معسكر نادي عمان نينوى فاحد اللاعبين جاي يمشي وسالوه قال له انتم منين؟ قالوا من الموصل هاي بالنجف. قالوا من الموصل والنادي؟ قالوا شلون ناديكم وشلون مبالغكم؟ قالوا والله ماشي الحمد لله. قالوا شلون عقدك؟ قالوا ما عندنا عقود. قالوا صدق تحكي؟ هو كان يلعب باربيل هذا الولد. قالوا صدق تحكي؟ قالوا والله. قالوا العد راتبك شلون؟ ما يصل المليونين؟ ما قال اخذ 300,000. 200,000 300,000 200,000. قالوا صدق انت جاي تحكي؟ قال عمي انا عندي شغيله بنقلات شيء ما اعرف شنو بالشقه مالتي بس تغسل الملابس انطيها 600,000. 600,000 هو يلعب نادي اربيل. من وين احنا؟ وين يعني عقد اقل لاعب؟ احنا النفط الوسط درجه الخط الثاني مع النفط الوسط اللاعبين مال الخط الثاني يتعاقدون من 20 مليون الى 25 مليون. نعم والله العظيم. هو احنا اذا استاذ عمر بقينا احنا على هالوضعيه راح ندفن مواهبنا. راحت الرياضه في الموصل على سبب الموهبه. اذا ما تلقي لها مكان، اذا ماكو احد يحتضنه، وهذا انت راح تدفنه انت بالحياه. صح. واستاذ جاسم مثل ما تفضل كابتن احمد، احنا مو فقط بصراحه ينقصنا الماده. انا برايي اقول تنقصنا الروح الرياضيه عند الرياض عند اللاعب. تمام يعني انت تجي كلاعب تضحيه شويه. نعم. يعني انا صارت نادي عمال كمشرف فني مع كابتن احمد، اقسم لك بالله ثلاث سيتات دراسات نعطيهم، تركيزين نعطيهم، معسكر تدريبي نسوي لهم، بالنجف 20 يوم، 10 ايام بربيل. حسب الامكانيه. حسب الامكانيه نعم نعم، ما انا اقول لك بمساعدات من جناب من خيرين مثل الجناب الا كنادي عنده لا. بالسنه اعطونا منحه 10 ملايين دينار، 10 ملايين دينار من الوزاره، نعم. زين كمحافظه تدعمون هاي الانديه. نعم. استاذ عامر طبعا انا سعيد جدا بتواجدكم معي بالبرنامج، يعني الحديث ممتع وبنفس الوقت محزن يعني عن واقع الرياضه بمحافظه نينوى، ولكن بكلمه اخيره شو تقول ل
الشباب اللي يحبون كرة الصالات أو خماسي الكرة، يعني شو توعدهم أنت كمسؤول وحدة خماسي الكرة في مديرية شباب ورياضة مينا؟ والله أنا أقول إن شاء الله لن أبخل على أي لاعب موصل لي يحب أن يمارس كرة الصالات، يعني برنامجي وبرنامج الأستاذ صقر العبيدي والسيد المدير أنه راح ندعم هذه الشريحة. باب المديرة مفتوح، بابي مفتوح، باب الدائرة مفتوح، ولنا كل الحرية فيما لكن بالمستطاع. قلت لك يعني بالمستطاع إن شاء الله. نعم إن شاء الله ما ندخل عليهم بطولات دورات، حتى المدربين إحنا عندنا نية أنه أريد أسوي فهم القانون. أنت إذا ما تنطي لمدرب يفهم القانون لا تعتمد على لاعب، لأن أنت أكثر الاعتراضات هي تحدث من المدربين وليس اللاعبين. أنت مدرب من تعترض اللاعب يقوم يهوس عادي يعترض، بس أنت ما تعترض تفهم القانون تفهم لاعبك راح تتطور عندنا الرياضة وإن شاء الله. شكرا لك كابتن. بكلمة أخيرة. والله أنا كلمة أخيرة عندي أقولها، أقول لا حول ولا قوة على كل من يقف عائق في وجه رياضة الموصل. رياضة يعني رياضة الموصل إلى الهاوية بسبب مسؤولية المحافظة، أقولها بسبب مسؤولية المحافظة. فنتمنى إن شاء الله، نتمنى الخير والأمان لمحافظة نينوى، ونتمنى إن شاء الله التطور بعد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الكابتن أحمد الفتحي الإداري في نادي عمال نينوى وأيضا حكم كرة صالات، شكرا جزيلا لتواجدك. وأيضا شكرا موصول للأستاذ عامر محمد خالد مسؤول وحدة كرة صالات في مديرية شباب الرياض. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء أنتقل بكم إلى فقرة أخرى بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مع فقرة من الأرشيف الرياضي. تتابعون في هذه الحلقة لقطات أرشيفية عن اللاعبة الأمريكية للتنس مارتينا نفراتيلوفا، هذه اللاعبة التي تربعت على أرشف التصنيف العالمي في ثمانينيات القرن الماضي وحصلت على أكثر من 18 بطولة في بطولات الجراند سلام. تتابعونا مشاهدينا الأعزاء هذه اللقطات الأرشيفية للاعبة الأمريكية التشيكية الأصل مارتينا نفراتيلوفا عبر هذه اللقطات. Gioca bene, Martina la tiro va. Eccovi di nuovo collegati con il campo centrale. Timidamente in partita dopo aver subito due break dalla grande avversaria. Ancora un gesto tecnicamente. Un margine per amministrare il primo set. Beh, ha sempre un break di vantaggio. È un 3-0 pesante, infatti sta servendo la Martinez. La palla è buona. Tutto al punto, bello. Deve anche lei prendere un po' di iniziativa, altrimenti la Martina prende fiducia e comincia a macinare punti. Invece, vedi, cominciamo il logorio. جولتنا الرياضية انتهت، ألتقيكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.